مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى. هتنفكروا بالنتائج في بنغردين، اتحاد بنغردين انهى مباراة امام اتحاد تطاوين بالانتصار 2-0 في قفصة. قوافل المكان انهزمت 2-0 امام الاولمبي البيجي، والاولمبي البيجي واصل سلسلة النتائج الايجابية. في سوسة النجم الساحلي ينهزم امام الملعب التونسي بهدف لصفر. في جابس مستقبل جابس انهزم امام مستقبل سليمان 2-1. وفي جرجيس الترجي الجرجيسي انتصر امام الترجي الرياضي التونسي بهدف لصفر. طيب نرجع وليد اللخصوة نتائج الجولة ايضا بعد شوية، مش نرجع ومعز العياشي مش نحكيه اكثر عن مباراة الترجي التونسي ولا الترجي الجرجيسي. هات الرحب برجب العامري رجب بالس على بيك. مرحبا رجب. وليد يظهر لي النتائج نجم نقولوا كتلخيص، اهل الاولمبي البيجي لحد الان يواصل سلسله النتائج الايجابيه، ترجي الجرجيسي هو بدوره يواصل النتائج، نعطيه الترتيب، في حين الترجي التونسي والنجم الساحلي للجوله الثانيه تواليا وما حقوش الانتصار. فكروا بالترتيب وليد اثر نهايه الجوله الخامسه، خليك تبني على الترتيب حتى في تحليلك الفنيه وفي تلخيصك للجوله هذه. الاولمبي البيجي المرتبه الاولى 15 نقطه، النادي الافريقي يليه المرتبة الثانية 13 نقطة، يليه الترجي الجرجيسي المرتبة الثالثة 12 نقطة، الاتحاد المنستيري 11 نقطة المرتبة الرابعة، الملعب التونسي المرتبة الخامسة 10 نقاط، الترجي المرتبة السادسة 8 نقاط معها السي اس اس ب 8 نقاط، الشبيبة العمران المرتبة الثامنة 6 نقاط، نجم المتلول المرتبة التاسعة 5 نقاط، مستقبل سليمان المرتبة العاشرة 5 نقاط، مستقبل جابس المرتبة الحادية 10 5 نقاط، النجم الساحلي المرتبة 12 ب 4 نقاط، اتحاد بنغردين المرتبة 13 ب 3 نقاط، اتحاد تطاوين مرتبة 14 هو بدوره 3 نقاط معاهم السيابية 3 نقاط، والمرتبة 16 المرتبة الأخيرة قوافل قفصة 0 من النقاط. 16 فريق ياسر وليد حتى في تسمي الترتيب يتعبوك. تفضل وليد. في ألمانيا 18 فريق في الليست الليغا و20 في الديفزيون 2، في تونس 18 ملايين نسمة عندنا 16 فريق وملعب فقط، هذا ايش النجم نقول لك. بالنسبة للنتائج أنا نحب زاد النوى بالروندمون اللي تعمل فيه النجم المتلوي مع عماد بن يونس، ملي جاء عماد بن يونس شفنا وجه آخر النجم المتلوي، خاصة الشبان اللي هبطهم عماد سورتو لي زيترونجي اللي هم صغار في العمر، تعادل امام السيابية يوم امس 1-1، كان خاسر هدف لصفر ورجع في المقابلة. بالنسبة للنجم يعني محمد انا حكيت وانا حمادي الدوم للنجم نقولوا نهائيا وليد انتهت فترة حمادي دوم مع النجم الساحلي والنجم ممكن نجم نقول لك بالنسبة كبيرة برشا حتى البديل بديل حمادي دوم موجود توا موجود على طاولة زبير بيا، وممكن حتى الاتفاق حاصل مع المدرب اللي مش يكون الأكثر والأقرب مش يكون مدرب أجنبي. والله محمد شوف فما ديريمير تاع مدرب أجنبي، لكن اللي نعرفه أنا واللي في بالي بيه كانوا المكشر زادة محطوط على الطاولة معناها في النجم الرياضي الساحلي، ولكن راهو مش نمسح كل شيء في حمادي الدو. حمادي الدو خذا فريق كل جمعة ان جور باراشوتي جبولو وموش حاضر لا فيزيكمون ولا حتى شيء، وكانت النجم عنده برشا مشاكل تاع فلوس، عنده حتى مشاكل وين باش تترينا، ما عندهش معناتها امكانيات. هيئة تسيرية جديدة، الهيئة الأخرى اللي وفرت الإمكانيات الهيئة تاع الدعم خلصت الديون، فما مش حمد يدور أو المشكل في النجم الرياضي الساحلي، مشكل كون الليتوال بدأت تحذيرات بجروب ما خدمش معاه حمادي الدو في اللي ماتش اللي بتاع الشامبيونا، وبعد باش نمسحوا دينا كل شيء في حمادي الدو. النهائي كان ياما لاعبين جاوا معناتها سور بوا، ولكن اللي تي دون لوبليغاسيون باش ينجم يستعملهم ميم حتى الجور لارير غوش الانترناسيونال بن علي اللي كثر عليه البوليميك كونه هو روح من المنتخب على خاطر متغشش هاكا اليوم ماهوش في الفورماسيون ماهوش متواجد، تاكيدا الكلام المدرب الوطني اللي الراجل معناتها عنده مشكل عائلي، عنده الوالد نتاعو تعب برشا ربي يشفيه ربي يفرج عليه. دون لونسومبل ترجي جرجيس بامكانيات عاديه جدا، اولمبي البيجي بامكانيات عاديه جدا يحققوا في نتائج ممتازه، فانا ما بالك لو كان جات الانديه هذيا عندها الامكانيات باش تنجم تبرمج وتعمل انتدابات. برافو برافو للانديه
الانديه هذه اللي عطات شهر ما يخرج الشامبيون ما عطيناش حق لانه الدفعه الاولى للمباريات اللي تلعبوا يوم امس. حكيت وليد على مباراه سيابي ونجم المتلوي اللي انتهت بالتعادل هدف لهدف. ايضا في زويتن شباب العمران انهزم امام الاتحاد المنستيري 2-1. وش نحكيوا على وليد على لانه شباب العمران في وقت سابق حكينا برشا على شباب العمران مدرب لطفي القادري معها، لكن باش نحكيوا على محمد الساحلي ايضا مع الاتحاد المنستيري. الحقيقه شفنا وجه جديد للاتحاد المنستيري مقارنه مع بدايه الموسم. خلينا محمد انا نعتبره معناتها مدرب اجنبي مش مدرب تونسي، والحق تاع ربي معناتها يخدم في خدمه كبيره نتبع فيه عن قرب وبتواصل معاه ويخدم ياسر مع الشبان. هيك تصور انت يتنقل حتى على ماتش اميكال في تونس للكيب بي ولا لليو دي سات ويمشي يتفرج. سين تربى في عالم اخر في كره اخرى، ولو انه جواراته كانوا مقربين معناتها الاسبوع الفارط على جال لي بريم نتاعهم. فافيك تو سا فريمون قاعد يخدم في خدمه حسب الامكانيات اللي عنده بعقليه اوروبيه بحته. وبرافو لمحمد الساحلي. باش نرجع للسيلوت في القادري زاد لهنا العمران صحيح شكرنا طريقه العمل نتاعهم، لكن زاد قلنا اللي عبد السلام بوحوش راسه صحيح. يعني ما تنجمش انت في الديفيزيون ناسيونال ما تجيبش دو ولا تروا جوار دو كاليبر اترونجي باش تنجم تدعم بهم معناتها الفريق نتاعك. غلط البحوش في التوجه هذا، غلط على الاخر. واضح وليد بالنسبه لحفيظ اكيد يسمع فينا ان شاء الله. من بعد شويه نعطيه حقه في مباراه النادي الافريقي، يحكي على مباراه الكلاسيكو النادي الافريقي والسي اس اس اللي انتهت بالتعادل 0-0. وليد مش نعطيك جانب التحاليل الفنيه، لكن انا حبيت ننطلق في التحاليل الفنيه بالنسبه لمباراه السي اس اس والنادي الافريقي مع الفيديو هذا واللي صار الايمن دحمان اثر نهايه مباراه السي اس اس والنادي الافريقي. الحقيقه الصوره ما حبيناش نشوفوها للحارس، حارس دولي ايمن دحمان بين جماهير النادي الافريقي. الحقيقه وليد ما نعرفش ايمن دحمان عدى مباراه وعدى مباراه كبيره النادي الافريقي فنيا نجم نقول النادي الافريقي عدى مباراه على مستوى عالي جدا. قاعدين نشوفوا في هجمه في تحرك بالنسبه للهجوم، ماهوش النادي الافريقي نتاع الموسم الفارط. دفاعيا النادي الافريقي الحقيقه منضبط برشا مع المدرب بتوني، شفنا وجه جديد للنادي الافريقي. لكن تعادل مع السي اس اس والحارس ايمن دحمان عدى مباراه متميزه الحقيقه عاديه عدى مباراه نجم نقولوا متميزه، ممكن في تصدي والا اثنين بالنسبه لهجمات النادي الافريقي. لكن الصوره هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها الحقيقه ما حبيناش نشوفوها، وهذه صوره مسيئه جدا للبطوله الوطنيه. وما نحبش نمرر فيديو اخر لانه صار ما اكثر من هذا وليد، صار ما اكثر من هذا في اثر نهايه مباراه النادي الافريقي والسي اس اس. وما نحكيش كونش على جماهير النادي الافريقي، راني هوني نحكي حتى على الطرف الاخر، نحكي على احباء او انصار جماهير السي اس اس اللي تنقلوا لتونس. الحقيقه صوره مسيئه جدا. علاش قلت انا عديت الفيديو هذا وبعض الفيديوهات ما حبيتش نعديها مباشره في برنامج استاد الكاب؟ مش بالطريقه هذه النجم نحسنوا من البطوله الوطنيه، مش بالطريقه هذه النجم نطوروا من كورتنا، لانه الاراده الحقيقيه وقت اللي نحبوا نطوروا في كورتنا الاراده الحقيقيه تنطلق من الجماهير. وخير دليل اللي قاعدين نشوفوا فيه في البريمير ليج تو بعد رجب العامري يعمل لنا مقارنه حلوه برشا مع البطوله الوطنيه. الحقيقه صوره مؤلمة جدا، ممكن البعض يمر مرور الكرام على الصورة هذه واللي صار لأيمن دحمان إثر نهاية مباراة الكلاسيكو، لكن احنا في استاد الكاب يلزمنا نتوقفوا عندها. الصورة هذه يلزمها تنتهي هنا، الصور هذه بصفة عامة اللي قاعدة توصل في البطولة الوطنية. وليد رأيك في الصورة هذه وارجع لي بعد للمباراة بالتحليل الفني. محمد احنا هك الصورة هذيك تاعنا احنا تاع الشعب التونسي، احنا هني كومسا. والصورة هذيك معناها كما قلت أنت ما تظهرش حتى شيء قدام الشيء اللي ما يراوهش معناتها الإعلام، ما يتعداش في الإعلام. هكاك تهبط في كيوسك باش تشرب قهوة ولا تشرب حاجة يعرضوا لك هكاك معناها هكاك ويسبوك وتحوا لك قدرك. احنا أوني كوم سا. أون بليس البلاتوات اللي قاعدة تتعمل وتتصرف عليها فلوس للتجيش. داكوردو تي معناتها هذوما معناتها يلزم نقولوه الكلام هذا. الاعلام راهي سلطه رابعه، ممكن حتى اكثر من سلطه رابعه.
يوميا انت عندك بلاتوات تمطراكي على هذا من الترجي وذاك من الافريقي وذاك من السي اس اس. الدور التوعوي نتاع ما فماش دور توعوي، فما بوز، فما نومبر دو فيو، فما هذا هو، فما فلوس تحت الطاوله قاعده تدفع او كل الكلام نتاعك كما قال الراجل وليد خلي عائلتي تتفرج فيا، لكن نخدم محتوى ودور توعوي توعوي عفوا. لا لا استنى استنى شنو شنو خلي عائلتي ما فهمتكش ما قلقش ما فهمتكش انا قلت ما عادي على شكون معناتها لا لا عطيت مثال انا مش على روحك ما. على روحي ما نجريش ورا البوز يا وليد لا ما نجريش ورا البوز ما نجريش ورا البوز ما نجريش ورا البوز يا وليد من فضلك انا قال فيديو عندك فيها 400 انا انا دوري دوري تو جيبت بيعت ولا 400000 ولا 200000 لا ما جاو مش ما جاوش هما لكن دوري دوري كسلطه رابعه اني نقدم المحتوى الجيد اني نوعي العباد اللي تسمع فيا والا تتفرج فيا في اللايف ستريمينغ اني ممكن حتى الجانب الاساسي والدور الاساسي دور الاعلام كنقولوا على التوعيه نقولوا على التثقيف نقولوا على الترفيه الحقيقه في البلاتوات التلفزيه او الاذاعيه تخلينا عليه خلال السنوات الاخيره وانا ديما نحمل المسؤوليه للزملاء الاعلاميين في اللي قاعد صاير في رياضتنا والتراجع الكبير لمستوى الرياضه وكره القدم التونسيه بصفه خاصه. تفضل. شوف يا محمد قلت لك من الاسبوع الفارط جو كروا اللي فما بلاتوات مجعوله للتجيش وتجيب لي كرونيكور اللي معناتها مستوى صفر باش يجيو معناتها يجيشوا الناس. ساعات انا مع كامل احتراماتي للمزاوديه نلقى مزاودي في التلفزيون ومعاه قدامه مذيع يقيم في مردود المنتخب الوطني التونسي، واحد كي نوف الورتاني يجيب مزاودي باش يقيم لاعبين المنتخب التونسي، شيء مؤسف، شيء مؤسف تشوف بلاتوات بارتو بارتو وراهم برشا فلوس، باش ما تجيشوا الجماهير في بعضها، مي سي كوا سا، مي الكرة توفى يا محمد هذيا معناتها عنوان برنامج خذ، الكرة توفى. راهو العلاقات هي اللي تبقى راهو ما يجيش شيء هذا راهو ما يجيش انا الحمد لله يا ربي معناتها في الكوره علاقاتي مع الناس الكل من الجمعيات الكل انا الاسبوع الفارط انا منير البلطي تقابلنا صدفه بالاحضان ويعرفني مكشخ معناتها جو لو دي ما نحشمش لكن في تحاليلي انا محايد ما تجيش انت معناتها تجيس الشعب التونسي في بعض البلاد ماهيش ناقصه شو بلاتوات يوميا ما تركاش معناتها يجيشوا في الجماهير ضد بعضهم يا اخي ايمن دحمان انا البارح حبوا يبرروا لي مسؤولين من النادي الافريقي التصرف هذا كانوا ايمن في فيرادس عمل حركات لا اخلاقيه لجماهير النادي الافريقي قلت له كمام كمام معناتها ما هذا ما يمنعش باش خرج في حياته الشخصيه هو توا انسان عادي مشى يشرب في قهوه باش انت تتصرف معاه بالاسلوب عيب هذا واضح وليد وهوك التحاليل الفنيه وخليه الحفيز من بعد كي يرجع معنا حفيز خليه للتحاليل الفنيه لمباراه النادي الافريقي والسي اس اس لانه نحكيو على المحتوى وليد هاوك المحتوى نتاعنا ما مهمش المحتوى محتوى بوز المحتوى نتاعنا المحتوى نتاعهم بوز لا نجامل لا نعادي على بعد نفس المسافه من كل الاطراف واكيد ما نجريوش ورا البوز وما نجريوش ورا نسب المشاهده وانا قلت لك وليد نحكيو على المحتوى المحتوى كل اسبوع رجب العامري يعمل دوره يحضر لنا حويجه اكيد توا مقارنه ما بين البطوله الوطنيه التونسيه والبريمير ليج علاش احنا ماناش كيما البريمير ليج ماناش ما وصلناش للمستوى هذا نتاع البريمير ليج ومش يحكي لنا خصيصا على الفانتازي رجب تفضل اهلا وسهلا بك محمد اليوم حبينا نعمل مقارنه بين الدوري التونسي والبريمير ليج الدوري الممتاز الانجليزي في ظل هالمشاكل اللي تعيشها الكره التونسيه يسمعوك يضحكوا عليك جبراوة اكيد لكن يقارب البطوله الوطنيه بالبريمير ليج لكن باش نحسنوا لازمك تشوف افضل دوري وتخدم عليه شنو هو شنو انت شنو هو حضر باش يوصل احسن دوري وشنو انت حضرت للكره التونسيه باش تنهض بها كما قلنا يعني في ظل الازمه اللي تعيشها الكره التونسيه من خيبه امل المنتخب التونسي الذي اصبح غير قادر حتى على الانتصار على منتخبات افريقيه ليس لها تقاليد كبيره في عالم كره القدم المشاكل الماليه لاغلب الانديه التونسيه منع من الانتداب وحتى عدم خلاص اللاعبين ازمه الحكام ومقاطعه الجوله الاولى من الرابطه المحترفه الثانيه نظرا لعدم حصولهم على مستحقاتهم منذ 3 سنوات ايضا غياب الفار عن البطولة التونسية الشركة اللي راعية لهذه التقنية
ماهيش خالصه. زاده ملعب عندنا ملعب وحيد في تونس يعني مصادق عليه من طرف الاتحاد الدولي اللي هو ملعب حمد العقل ببرادس. ازمه الجامعه التونسيه لكره القدم وتدخل الفيفا لتسيير الجامعه نظر لشغور منصب رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم بعد دخول وديع الجاري للسجن منذ اكتوبر تقريبا 2023 ثم تعيين السيد كميل يدير رئيس الجامعه التونسيه لتسيير الجامعه الى حين القيام اي تسويه الى لا حين تسوي لم تسوي شيء الى حد الان الى حين القيام بانتخابات لتراس الجامعه جامعة التونسية لكرة القدم. في ظل كل هذه المشاكل حابين نشوفوا شنو فما في الدوري الإنجليزي. فالدوري الإنجليزي أغلبية الأندية يعني مملوكة لمستثمرين تقريبا من الخليج والصين وروسيا. فماش ملاعبين مش خالصين. فماش حتى ذي يعني عبيد مستثمرين جايين باش يطوروا فلوسهم باش جاي باش يربح في نفس الوقت باش يعود بالنفع على الجمعيات يعني تقريبا جميع الانديه في الدوري الانجليزي مملوكه من مستثمرين قاموا ببناء الملاعب او تجديدها في بعض الاحيان جلب بعض اللاعبين عندهم قانون هياكل رياضي امورهم كل شيء منظم امورهم واضحه تفضل كل شيء منظم شنو صار بعد شنو صار بعد ما عملوا هذه كل ارتفاع القيمه التسويقيه للدوري الانجليزي جلب عدد كبير من المستثمرين شيرين للأندية الإنجليزية كذلك عائدات مالية كبيرة من حقوق البث وهنا نحكيه على يعني تنافس شرس للفوز بحقوق بث الدوري الإنجليزي وعائدات مالية كبيرة كذلك عائدات سياحية حتى لبريطانيا نظرا أنه عديد من السياح يعني يتنقلوا من كل أنحاء العالم لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي دونك استفادة في جميع يعني المستويات ورغم هذا الكل المسؤولين على الرياضه في انجلترا ما حبسوش غادي كل شيء مريق الدوري الانجليزي اعز دوري استادات من افضل البنيه التحتيه الرياضيه من افضل البنيه التحتيه جوده اللاعبين جوده اللاعبين كل شيء موجود ما حبسوش غادي عملوا ابليكاسيون اسمها الفانتازي الفانتازي هي هي بالاساس معنا الدوره نتاعها للتسويق اكثر مازالوا معناها حبوا يزيدوا يسوقوا اكثر للدوري الانجليزي تسمع وجلب اكبر عدد ممكن من المتابعين لكره القدم معناها انت بالابليكاسيون هذه معناها العباد الكل من انحاء العالم نحكيوا على 10 مليون يعني تيليشارجمون للابليكاسيون هذه بالابليكاسيون الفانتازي يعطيك الصحه ومازال يرتفع العدد دونك تركز مع رجل بس دونك الفانتازي هي لعبه افتراضيه معناها تنجم تيليشارجيها من البلاي ستور كيما لي زابليكاسيون الكل خاصه بالدوري الانجليزي خاصه بالدوري الانجليزي ثم تقوم بانشاء حساب على هذا التطبيق واختيار اسم فريق معناها تعمل الكونت نتاعك وتختار اسم الفريق اللي تحب تسميه كيما تحب انت وهكي تكون حاضر باش تبدا تلعب الفانتازي كيفاش تلعب الفانتازي الفانتازي الدوري الانجليزي هي لعبه افتراضيه تصبح فيها بمثابه المدير الفني عباره انت باش تولي مدرب عندك تشكيله فيها 15 لاعب 11 اللاعب اساسيين من الدوري الانجليزي من الدوري الانجليزي نحكيو على اربعه على مقاعد البدلاء عندك الحق تختار زوج حراس مرمى خمسه مدافعين خمسه لاعبين وسط وزوج مهاجمين وما عندكش الحق تختار اكثر من ثلاثه لاعبين من كل فريق معناها تختار مثلا ثلاثه من مانشستر سيتي ثلاثه من مانشستر يونايتد وما تفوتش ثلاثه معناها تكون انت المدير الفني يعطيك المدير الفني ولا اللاعبين هذوما يعني هما مش يجيبوا لك نقاط في كل مباراه يعني حسب الاداء نتاعهم معناها لاعب يسجل هدف اكيد باش عباره ترهن على الملاعبين يعطيك الصحه هي شنو باش تعيشك كأنك انت مدرب في البريمير ليج وباش تهبط التشكيله نتاعك وتجيب بها نقاط باهي وخلينا نذكروا اللي عندك ميزانيه هي 100 مليون جنيه استرليني وهذه اللي باش تشتري بها جوارات معناها عباره عندك 100 جنيه 100 مليون جنيه استرليني باش تشتري بها جوارات وبتبيع اسوام واسعار اللاعبين محدده حسب الامكانيات نتاعهم وحسب عدد النقاط اللي قاعدين يجيبوا فيها والهدف من هذه اللعبه هو حصد عدد اكبر عدد ممكن من النقاط على مدار الموسم كامل علما ان كل لاعب يتم اختياره يحصل على نقاط بناء على مستواه في المباريات التي يشاركوا فيها مع الانديه نتاعهم معناها كل لاعب ياخذ نقاط حسب ريال مون كيشارك فيه مع الانديه مع النادي نتاعو واخر اجل معناها كي كل جوله اخر اجل باش تعمل موديفيكاسيون على التشكيله نتاعك هي 90 دقيقه قبل المباراه الافتتاحيه لكل جوله ويتم منح نقاط لاعبين مقابل الاهداف والتمريرات الحاسمه التصديات كذلك والشباك النظيفه معناها هذوما حاجات اللي تاخذ بهم النقاط مثال مش ناخذ كان تنجم تعطينا فوالا موجوده ديجا تاع لاعب مانشستر يونايتد غرناشو خذا دو بوان هكا لعب 90 دقيقه خذا دو بوان وسجل هدف خذا 5 بوان وفما بونيس 3 بوان هذيك خذاها خاطر قام بتسديد على المرمى 8 مرات معناها تسديد على المرمى دونك هذه
مثال صغير حبينا نوريه كيفاش تاخو نقاط. ويعني كما زادت نجم كما تنجم تاخو نقاط، كما زادت نجم تخسر نقاط. مثلا تتسبب في هدف، تتسبب في ضربة جزاء، تاخو ورقة صفراء، ورقة حمراء، كيف كيف تاخو معناها نجم تنحلك نقاط. كيف كيف الدفاع نتاعك قبل هدف او الحارس تنحلك نقاط معناها للاعب اللي اشركته هذاك. وفي في الاخير جاب معناتها في الاخير شنو نتفع انا كي نصب الابليكاسيون هذه النجم كي نجيب كي نجي اكثر واحد يجيب نقاط في الجوله هذيك، مثلا الجوله الثامنه اليوم نجيب اكثر نقاط في في اكثر واحد في العالم يجيب نقاط، يعني تنجم تربح كرة المباراة الرسمية للدور الإنجليزي مع قميص فريق المفضل من الدور الإنجليزي. كي تجي الأول في الموسم معناها تلم نقاط على موسم كامل، تنجم تربح قضاء سبع ليالي في أفخم الفنادق في إنجلترا، ضيافة لكبار الشخصيات في مباراتين من الدور الإنجليزي للموسم اللي بعده يعني الموسم التالي، وزيارة أهم المناطق السياحية. كيف كيف تربح كرة رسمية للدوري الإنجليزي، ويعني عديد الجوائز. معش عندنا برشا وقت، ما تهمناش الجوائز الحقيقة، خدمة تهمنا الناس كيفاش تحب تطور من كورتها وناس كيفاش خلقت بلي قداش من واحد لحظة يعني ميسيرش دقيقة. يعني هنا نحكي ولا 10 مليون متابع للدوري الإنجليزي، 10 مليون مستخدم للتطبيق هذه، 10 مليون تليشارجمون للابليكاسيون هذه، والعباد تبع في الدوري في الدوري الإنجليزي. تولي يلزمك تتبع الدوري الإنجليزي، الناس تسوق وتعرف كيفاش تروج للدوري نتاعهم. أكيد محمد مازالوا يخدموا، ما همش يقفوا لهنا، مازالوا مش يطوروا في الكره نتاعهم، مازالوا مش يعملوا حاجات اخرين باش يخليوا الدوري الانجليزي هو الافضل في العالم على الاطلاق. واضح، برافو رجب، يعطيك الصحه. بسرعه ولي التعليق، بسرعه في 30 ثانيه، مع تعليق بدل المخرج، بدون تعليق، لكن معاش عندنا برشا وقت اكيد بالحق بدل عندنا الاخبار توا. شكرا رجب الحقيقه على كل هذه الاضافه اللي قدمتها اليوم، خاصه حكيت لنا على التطبيق هذه الفانتازي والناس كيفاش تطور من روحها وليد وتطور من الدوري نتاعها. اكيد ان شاء الله بعد الاخبار مش نرجع ومش نحكيو باكثر تفاصيل عن مباريات البطوله الوطنيه مع وليد بن حاها، حفيظ زغرور ايضا مش يلتحق بنا، المعز العياشي مش نحكيو معاه على مباريات البطوله الوطنيه. نمشيو للاخبار اكيد مع زميلتنا ملاك الدوزي ونرجعكم بعد الاخبار.